جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في ركعة الوتر أقرأ بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين، هل هذا صحيح؟ المشروع في الوتر أن يقرأ بيسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى من الشفع، ويقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية من الشفع، وأن يقرأ بسورة الإخلاص في الركعة الثالثة وهي الوتر. هذا هو المشروع. نعم، جزاكم الله خيرا. ولو جمع بين سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس في الركعة الثالثة فلا بأس بذلك. الحمد لله. نعم، في الشفع أقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، فما الرأي في ذلك؟ وهل في ركعتي الفجر أقرأ بالفاتحة فقط أم معها سورة؟ أما بالنسبة للشفع قد بينا ما يقرأ فيهما، يقرأ بالأولى بسبح والثانية بالكافرون. وأما بالنسبة لركعتي الفجر أي الراتبة التي قبل الفجر، نعم، فإن المستحب أن يقرأ بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وبقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وإن قرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية التي في سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران، فهذا مستحب أيضا. نعم.